قبل انا كنقري من جوج الربع البارح اللي وقع فيه هذا المشكل 22 نوفمبر 2017. كيجي عندي واحد الوليد مع ديك ثلاثة كيقول لي يا أستاذة ردي بالك راه واحد تلميذ كيتعرض لك بجنوي المعطاوي أيمن، قال لي الاسم ديالو. أنا ما عطيتش الموضوع أهمية، ما قلتش للمدير ولا الإدارة ديالنا، قلت ربما داير بغي يشوش عليا الخدمة ديالي، ولكن بقيت كندار مع راجلي ميساج كنقول له جيرة. قال لي واحد التلميذ يقدر يتعرض لك، هذاك التلميذ ايمن المعطاوي. جا فعلا مع ستة مني خرجت غدا يلا، يعني ما بين الثانويه والطوموبيله فين كان مستاسيوني راجلي شي جوج مترو تقريبا ولا اقل، يلا بقى ما حليتش الباب، نحسيت بشحال دفاني. مني درت شتي انا غير في وجهي وما عرفتوش واش ضربني ولا باش ضربني، ولا حسيت بالدم كينزل. دخلت للثانويه، جات لامبيلونس، مشينا للحي المحمدي اللي هو اللي قريب للثانويه التاهيليه ديالنا الحسين بن علي. قال لي سدارة غارقه شويه خصك تمشي تخيطها في 20 غشت احسن. مشينا 20 غشت خيطها ليا الطبيب، وجيت صراحة جيت منهارة نهاري تبدا في المدرسة، ما نعسش البارح ما عرفتش الصراحة، ما شوك. اليوم كملت الإجراءات عن طب الشرعي، عطاني شهادة طبية فيها 35 يوم كما قريت. هادشي اللي وقع البارح، ما عنديش ما حتى مشكله. ربما الحصص اللي داخل لي انا جيت نحسبها نقول جوج حصص ولا ثلاثه هما اللي داخل عندي وما وقع فيهم حتى مشكل. المشكله اللي كان عنده مع الاستاذه ديال التربيه الاسلاميه، انا هز الكارطابل ديالو وضربها لراسها في حصه ديال الفرض. اجراء كيدار تربويا، عقد مجلس تاديبي في حق هذا التلميذ، وكان قرار مجلس انه هذا الولد يغير المؤسسه. تكتب في الطابلو ان التلميذ خصو يغير المؤسسه. شي نهار ولا يومين جات مو كتشدني من الطابليه ديالي، انا غادا طالعه كان واحد البوز ديال 5 دقائق ما بين الساعتين الاولين والساعتين الثانيين، وانا طالعه من القاعه ديال الاساتذه. انا تفاجئت، انا مو كتعيرني تفاجئت علاش شنو درت زعما. الله ياخذ فيك الحق. كتسب، كان شي حاضر اللي الزميلات ديالي وحاضر لي السيد المدير، هذيك اثر فيا صراحه. انا عايره تعايرك ام وسط تلامذك وتسبك وانت مديره حتى حاجه. قلت غندير بلان، انا عمري ما دخلت للكوميساريات ولا جيت ولا شفتهم صراحه، كانت اول مره غادي ندخل. مشيت درت بهم بلان في الكوميساريه اللي حدانا ديال الحي المحمدي. صراحه هذوك الناس استقبلوني، كانوا متعاطفين مع الموضوع، كتبوا الموضوع واش فعلوه ما فعلوش، يعني ما سولش صراحه. هذا ما عرفتش علاش ما تفعلش الموضوع. انا مني كنت فعل الموضوع ما كنتش غادي نتضرب. من درت البلانت كيسحب لي راه صافي الاجراءات يعني القانونيه راني درتها صافي. قلت لهم راه كيهددني راه يقدر يتعرض ليا، راه فعلا داكشي اللي حطيته في الكوميساريه هو اللي وقع لي. انا كل ما كنتش استاذه ربما ما كانش غادي يكون هذا ان الموضوع يخرج بهذه الطريقه. فهذا كنشكركم، ان هذا دعم معنوي بالنسبه ليا، وكنتمنى ان الله يغلبني ونتجاوز هذه المحنه، لان محنه صعيبه ان يضربك تلميذك. ما درتي لي حتى حاجه، باغي غير تقري. ربما بقيت كنصور راسي البارح نقول واش انا دايره شي حاجه، يعني الليل كامل كنحاول نلقى هذا الجواب. والله من قلبي كنقول بغيت شي حد يجي يقول لي يا استاذه مكلوف راك درتي شي حاجه اللي خلات التلميذ يضربك. والله ما بقات عندي حتى رساله انا تربويه، شنو نقول لزملائي؟
ما كنحس حتى رساله ما عندي ما اللي نبغي. وانا صراحه الدعم اللي حسيت به من الزملاء ديالي الاساتذه كلهم سواء اللي ما تنعرف واللي ما تنعرفش، خصوصا الزميلات ديالي الاستاذات الحسين بن علي، كنشكركم بزاف بزاف. وانا ملي تخرجت من المدرسه العليا للاساتذه جيت تما كنحس هذيك الثانويه داري الثانيه، يعني ما كنمشيش لشي بلاصه اخرى، كنت مغادي ديال داري الاولى هي هذه وداري الثانيه هذيك. هذيك الدار كانت قبل من ندير انا هذه الدار. كنشكر السيد النائب، كنشكر السيد مدير الاكاديميه اللي جا، والاستاذ المفتش ديالنا، كنشكر اللي عرفتهم واللي ما عرفتهمش. كنشكركم حتى نتوما يا على الدعم ديالكم. ربما هذا هو اللي باقي كيقول لي راه فعلا المهنه نبيله استاذه، راه ما كتستاهلش ان نضرب. هذا الشيء اللي كديروا نتوما واللي الصدى ديال زملائي الاساتذه ديال التلاميذ اللي جاوا ديال جيراني وديال عائلتي هو اللي تيخليني نقول فعلا ان هذه المهنه نبيله.